والإنسان اللي يبكي على الحسين يعني شنو يعني صار هناك صارت هناك مشاطرة وجدانية معه الذي يبكي على شخص أيضا يحس في كمونه في واقعه بأنه يحمل مسؤولية أن يرفع رايته عالية خفاقة في العالم. اللي يبكي على الحسين صادقا يبذل النفس والنفيس في طريقه. هذا اللي صدق يبكي على الحسين شفتوه شلون في سوح القتال والجهاد يجاهد ويقاتل مع الداعشيين وغيرهم، لأنه تعلم من الحسين الإباءة والشموخ. فهذا البكاء، هذه العبرة، هي الجسر الواصل والوسيط بين الإنسان وبين مكارم الأخلاق، بين الإنسان وبين الشهامة، بين الإنسان وبين الإيثار. تشوفون ذولا الآن في طريق المشاية، كثير من الناس تشوفون بعد شكل مذهل حقيقة، الكرم والشهامة. قد يكون الطرف فقير، لكن طوال السنة يجمع الدرهم والدرهم والدينار والدينار والفلس والفلس حتى يضيف زوار الحسين أفضل زيارة. فهذه العبرة هي عبرة، فهذه العبرة هي جسر تشد قلب الإنسان لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وتشد عقله أيضا، وتشد جوارحه في الوقت نفسه.